عيال ودروس على شغل وهلكو من ده ليه ده ولا متسددات ولا متبددات يومك متروس بعيال ودروس وبيت على الغلب ده متعوده اللي تأكل واللي تلبس وتودي النادي اللي تذاكر واللي تدلع تشخط وتدالي اللي تأكل واللي تلبس وتودي النادي اللي تذاكر واللي تدلع تشخط وتدالي حبيبي وروح قلبي وفالنتينات وموبايلات سخنة وحنية في كل التوقات وبقيت ام اشرف وابو اشرف وتلات كلمات وملل وروتين وهيعيشة كده يا شيخة طلعت عيني طبعا هكمل انا كنت بقرا جزء مهم قوي في الروايه احنا وصلنا لفين بقى لغايه لما جدوا علي طبع لك الكتاب ايوه صح صح يا دودو صح وصلنا لهنا انا بقى كنت صحفيه مغموره اشتغلت سنين طويله قوي قوي صحفيه بس ما حدش كان عارفني لحد لما الكتاب نزل وبعدين ولا قبلين لما الكتاب نزل بقيت مشهورة قوي والناس بقت تشاور عليا في الشارع وبقيت اطلب في برامج في التلفزيون
هتقولولي ايه التلفزيون، هقولكوا جهاز كده بس اندثر خلاص. واكيد جدو علي كان فرحان. جدو علي كان مبقوق. قوللنا ليه كان مبقوق؟ قوللنا يا انا قوللنا. والنبي قوللنا والنبي قوللنا. حاضر هقولكوا. تعالوا في حضن. تعالوا طبعا كان فرحان، خصوصا بعد ما اشتريت جزء من الشقه اللي جنبنا وغيرت ديكورات الشقه. كل ده طبعا كان من فلوسي انا. حاولت على قد ما اقدر ما اقصرش في شغل البيت واحتياجات علي والاولاد، وكان دايما يقول لي خلي عنك يا انجي ولا يهمك يا حبيبتي. انجي يا ست، انجي يا ست هانم، بقالي ساعه بنادي عليكي. في ايه يا علي؟ في ايه؟ مش شايفني؟ عندي مكالمه على الهوا على التلفزيون. في الحقيقه انا سعيده جدا، سعيده ان الناس كلها عجبها كتابي وخصوصا الستات. ردي عليا يا هانم. في ايه يا علي؟ بقول لك على التلفزيون على الهوا، اسكت شويه. هو التلفزيون اهم ولا جوزك؟ انا اسفه يا هاله، اسفه قوي، معلش شويه امور عائليه تحاكي الواقع. المشاهد يحب يعرف تاثير كتابك على حياتك الشخصيه وخصوصا رد فعل جوزك. يا خبر ابيض، جوزي؟ هو انا في زي جوزي؟ جوزي صحفي زميل، راجل متفتح، هادي الطباع جدا، وفي الحقيقه بيشجعني قوي وعايزني اكتب جزء تاني. انا عايز الجزء التاني من الشراب ده. ايه يا علي؟ الجزء التاني من الشراب ده ابنك اخده وعمله كوره شراب. انا مالي؟ بتتخانق معايا انا ليه؟ يا ستي سيبك من البرامج والتلفزيون وخليكي مع جوزك، بدل ما اخلي الجزء التاني من حياتك اسود. معقول يا فندم شكل جوزك بيزعقلك؟ جوزي لا ابدا اطلاقا، ده جوز الجيران بيتخانق معاه عشان مش لاقي فرده الشراب. قلتيلي الجزء التاني. في الحقيقة أنا محتارة الجزء التاني كنت أكتبه عن إيه، لحد ما قررت أن أنا أكتبه عن الست المصرية. والحقيقة لقيت أن الست المصرية جوزها بيحترمها وبيقدرها، وجوزي علي، جوزي علي هو مثال الراجل ده. أي نجاحات للجورنال هي نجاحات لينا كلنا بفضل اجتهادكم وشغلكم. وبعدين الوصول للقمة صعب، لكن الأصعب بقى هو الحفاظ على القمة. طبعا يا فندم طبعا، احنا نوعدك نفضل دايما على القمة. ويعني النجاحات دي كلها بسبب توجيهات حضرتك يا أستاذ جميل. لا 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 يا أستاذ إنجي، ده بفضل اجتهادك وشغلك. أستاذ في ايه؟ وقت التواليت دلوقتي؟ لا تواليت ايه، مش تواليت خالص. استاذ ايه نمبر 2؟ انا كمان اشتغلت مع حضرتك. انا معايا اشتغلت. ايوه عارفك. طالما انت معاها بقى اتفضلي روحي جهزي نفسك علشان الوقفه. العيد جه؟ مش معقول. امتى والله؟ لا عيد ايه؟ امال ايه الوقفه اللي على سلم نقابه الصحفيين، الوقفه الاحتجاجيه. الاستاذه انجي هتغطي الوقفه هناك وهتاخد لك اكتر من صوره علشان ندلع الموضوع. ندلعوا ازاي يعني؟ نتحازم ونرقص؟ لا دي وقفه تانية خالص. الوقفه ايه الوقفه دي؟ الوقفه. طب انا هقوم بقى عشان احضر نفسي للوقفه. شفت يا انجي، كاميليا اتغيرت خالص بعد ما اشتغلت معاكي، بس كل ده بفضل توجيهاتي. لا بفضل ان مفيش حد غيرهم بقى يشتغل في الجورنال. توصلي علي يقصد يا فندم ان طبعا بعد الموقع الجديد التكليفات والشغل زاد علينا وكاميليا، وهو قصده يعني ان حضرتك تزود التكليفات ليه شويه. لا انا عايز التكليفات تقل من عليكي انت شويه. والله انا ما اشتكيتش يا علي، خليك في نفسك. قصد سعادتك بقى انك عايز تريح مراتك. لا انا مش عايز اريحها، انا عايز اتلم عليها. انا ما بقتش اشوفها غير وهي نايمه. يا كذاب. والله العظيم ابدا يا فندم، انا ما بنامش اصلا من ساعه مكتبها نزل وسعادتك كلفتها بشغل الجورنال الاضافي، وانا بتحايل عليها تاخد اجازه بدون مرتب وهي مش راضيه. انسى يا علي، مش هيحصل. وشغل البيت ورعايه الاولاد مين هيعملهم؟ والله يا علي لو انت شايف ان انا مش واخده بالي من بيتي واولادي، خلاص خد انت اجازه بدون مرتب وخلي بالك منهم. على اخر الزمن الرجاله هتغسل وتطبخ. ايه يا استاذ علي،
ومالهم الرجاله اللي بتطبخ؟ احسن شيفات في العالم رجاله. وبعدين الظاهر بقى انك بقالك كتير ما اكلتش من ايديا. اصل علي يا استاذ جميل عايز يمارس دور الذكوري ويعمل عليا سي السيد، اه وابقى انا امينه وابقى جاريه تحت رجليه. الحل الوحيد عشان الست دي ما تتطلقش في ايدك انت يا جميل. في ايدنا ازاي يعني؟ ارفدها يا جميل. هو ده علي اللي انت قعدت تتحايل عليا ان اجيبه الاجتماع وانه هيبقى كويس وكفاءه؟ اسفه انا غلطانه فعلا يا استاذ جميل. بقول لحضرتك ايه؟ عرفته خلاص يا انجي، عرفته عرفته. بس انتي روحي الوقفه بتاع سلم النقابه بتاع الصحفيين. يلا. حاضر. بس وعدي ترفته. ايه بقى انجي انت عارفه؟ بس مش قوي. ها مش قوي. مش قوي ازاي؟ مش عارفه اتصرف. ماشي يا علي. عرفته شوي يعني ايه؟ كله منك يا جميل. ارفضه بس بالراحة، يعني اقول له انت مر فوت. مش هنسلم مش هنطاطي. مش هنسلم مش هنطاطي. لا يا عنفي ضد المرأة. 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 لا للتحرش. لا للتحرش. لا للعنف ضد المرأة. لا يا عنفي ضد المرأة. يلا يا كاميلا يا بنت. انا خايفة انا خايفة يا انجي، انا خايفة. لا يا تحليل يا مجنونة. المسيرة هننتهي هتبدا، هيطلعوا على سلم النقابه. مدي بس بسرعه. لا بس بجد انا خايفه. لا يا انجي لا والنبي. مش هنسلم مش هنطاطي. مش هنسلم مش هنطاطي. مش هنسلم مش هنطاطي. لا يا عنف ضد المرأة. 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 صوتنا لازم يوصل. صوتنا لازم يوصل. يا انجي انجي انا قلقانه قوي. الوضع مش مستقر هنا والامن مش مستتب والخضار ما بيتغسلش والغسيل ما بيتنشرش. اهدي 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 يا كوكي. في ايه يا حبيبتي؟ انا فاهمه انت متوتره ليه يا ماما. مفيش اي مشكله، انا وانت هنثبت وجودنا. بس انا صورك كام سيلفي وانت تصوريني كام سيلفي، وبعد كده ما نطلعش على سلم النقابه ونروح لبيوتنا. يا سلام. ايوه الهدوء اللي انت فيه. انت مش فاهمه حاجه. احنا في وسط المظاهره يا انجي. احنا لو اي بوكس جه خدنا نروح في 60 ده يا انجي. يا بنتي فلا الله ولا فالك. وبعدين بقول لك ايه، احنا جايين واقفين في وسط وقفه نسائيه، وقفه رقيقه، وقفه ناعمه. ايه اللي هيحصل يعني؟ انت مش فاهمه حاجه. اصلا حسين منبه عليا لو شفتي مسيره بس. حلو كده. لو شفت اي مسيره حتى لو في طرقه بيتنا يعني امشي واسيب بيتنا. حسين هينفخني. عايزين هينفخني. بقول لك ايه، حسين ده ما بيشتغلش غير انه بينبه نبه نبه. هو شغال منبه وبس. بقول لك إيه؟ ايه، كلام الرجاله لا بيودي ولا بيجيب. انت مش فاهمه يا انجي، انا خايفه لحسن يكون في طرف ثالث مندس في المظاهره يسخن المظاهره نروح في 60 داهيه. مندس في المظاهره وطرف ثالث؟ يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها مندس ولا في حاجه اسمها طرف ثالث. إيه؟ وما تقوليش كده قدام حد لان الناس ممكن تضحك عليك. انا ما عملتش حاجه. انا بريئه بريئه بريئه. يا العدل يا العدل. انا ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه. هاجي لك يا كوكي، هجيب محامي واجي لك يا كوكي. يلا هاتها معاك. تجيب مين؟ لا 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 حضرتك انا مش عايزه عنف. بالراحه افهمك. بس يلا خدها خدها. بلاش عنف بلاش عنف حضرتك بلاش عنف. حبيبتي تعالي هيعدمونا ولا هي انجي. استني انت كمان. هو حضرتك اكيد في طرف ثالث سخن ما بيننا. مش انا قلت لك كده؟ ايوه ايوه في. مش انا قلت لك برضه كده؟ اه قلت لي. جاتك خيبه. اعدام يا انجي. انت لابسه احمر يبقى اعدام. فندم تمام يا فندم. عسكري بلبل جاهز لاي مهمه اكلف بيها. هو فين؟ هنقبض عليه. فين العمود؟ العمود سلمناه من الحي. يخرب بيت غبائك. فين عمود الاكل؟ ايوه فندم المؤاخذه عمود الاكل. ماني رحت زي ما حضرتك قلت لي، رحت البيت جرست جرس الباب. جرست جرس الباب؟ ايوه فندم جرست جرس الباب. محدش رد علي. فضلت واقف قدام الباب نص ساعه. لو وقفت قدام باب نص ساعه ليه طالما محدش رد عليك؟ الواي فاي بتاعكم يا فندم سريع قوي. يبقى انت هات اللي بتشطب الباقه. لا والله يا فندم. انت بتحور عليا. لا يا فندم ما بحورش. انا قعدت اخبط 10 دقايق يا فندم محدش رضي يفتح. بحسيت الامنيه يا فندم فهمت ان محدش جوه الشقه. ولما محدش رد عليك ما اتصلتش بالمدام ليه؟ دي حاجه تروح على رجل المباحث يا فندم. اتصلت
واحدة غريبة ردت عليا في التليفون، قالت لي هذا الرقم غير موجود بالخدمة. شكيت، قلت لها ازاي؟ قالت لي برجاء ترك الرسالة بعد سماع الصفارة. اه، وسمعت الصفارة؟ لا انا ما سمعتش الصفارة. انت بتحور عليا. لو كتاب الله يا فندم، لو طمعان في لسان العصفور انا ممكن اسامحك، انما ايدك لو اتمدت على كمام الحلة هفرغ دفن فوخك. لو كتاب الله يا فندم طمعان ايه؟ اداني العسكري بتاعك ده، انا يوماتي ادوق الاكل اللي يكون سمينك ولا حاجة. ايوه، ساعات بتحصل في المسلسلات التركي. ايوه يا فندم، يعني نهايته مفيش عمود الاكل النهارده. مفيش عمود اكل يا فندم. ده انت ليلتك سودا النهارده معايا. امسك. النضاره دي اصلي؟ الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلق. برجاء ترك الرساله بعد سماع الصفوان. انا سمعت الصفار. اخرس. حضر الفندم. تمام الفندم. ماشي يا جمال، ماشي تمام الفندم. طابور الارض جاهز بره الفندم. انا عايزين ننفخه من الناس اللي بره دي. وامورنا يا فندم، تحب نعمل ايه؟ هقول لك. انت اول ما تشوفني بشرب كوبايه الشاي بصوت كده اهو، تقوم نازل فيهم ضرب على طول. هو فندم فهمتك كأنك ولعت الولاعة، يعني السيجارة بالولاعة. فهمت بالظبط كده. يا سلام عليك ابو التفانين يا حسين بيه. يلا ندهم لي بسرعة. دخل لي يا ابني طابور العرض. يا حلاوة يا حلاوة. اتفضل يا حسين باشا. خلق العكرة دي انا شفتها فين قبل كده؟ دي كمال يا مراتك يا حسين. ازيك يا حسين؟ كمال يا مفاجأة مش كده؟ دي مفاجأة جميلة. لا ابوس ايدك يا حسين، اوعى تشرب كوباية الشاي بالصوت يا حسين. ودي ايه يا كمال؟ يا هو ده وقته؟ اشرب اشرب يا باشا براحتك. لا يا عزين من غير صوت يا عزين. اسكت، انت مش فاهمه حاجه. لا فاهمه بقى، مش وقت اتيكيت دلوقتي. ده انت هرياني في المكتب. صنافور بيشرب طول النهار، سيبي الراجل يشرب براحته. اشرب اشرب بصوت يا استاذ بشار. ابوس ايدك. لا بلاش صوت يا عزين. ولما انت خايفه كده ايه اللي وداكي المظاهرات يا كمالي؟ انا قلت لك بلاش مظاهرات ووقفات يا كاميليا. إيه إيه، ساعات بيبقى فيه طرف ثالث مندس بيبوظ العلاقه الجميله بين الشرطه والشعب. انا عملت. اخلصي. حاضر يا حسين. تروحي المظاهرات يا كاميليا، وما تعمليش لجوزك عمود الاكل بتاعه بتاع كل يوم. اخص عليكي يا كاميليا، اخص عليكي. ازاي؟ انا قلت لها يا فندم كتير 100 مره، قلت لها اوعي يا كاميليا تنزلي معايا في اي شغل غير لما تخلصي عمود الاكل بتاع حسين باشا. اخرس. حاضر يا باشا. اتغدى ايه النهارده انا بقى؟ يا خبر ابيض يا فندم، ده انت تؤمر. انت بس خرجنا من هنا، ده انا هعمل لك عواميد عواميد كتير تنور شارع جامعه الدول العربيه كله. بجد؟ ايوه. ثانيه واحده، وتعملي عكاوي؟ يا خبر. بص حضرتك، وانا مش بعرف اعمل عكاوي، بس انا ممكن اشوف حد يعملها. حط جوزة التيب بقى. يا خبر ابيض. اخرسي خالص. يا بتاعت زوجه مفروسه. ها قوي يا كاميليا، قوي قوي. ده انا بعزك عز. ماشي عسكري نبيل. امرك يا باشا. خد الاتنين دول وانزل بيهم الحجز وروقهم. حجز لا يا عزين والنبي، حجز لا يا عزين. يا نهار اسود، دول مرمطوكي. قلم ده ولا فيش؟ يتروقوا بقى. لا ولا حاجه يا حسين. الله يخليك. يا حسين
لا اتحايلوا عليا انا اخلصوا زي ما قلت لك يتنفضوا خصوصا دي ده طلع بعزين انا ياما رجعلي من الاسم يا هانم ده بدل ما تقول لي حمد لله على السلامة ادي اخرة مأموريات في جورنال يا ست البيت مراتي بقت ثوابت في ايه يا علي كنت في الشغل والحمد لله جت سليمة كنت في الشغل وايه اللي في وشك ده ختم النجاح وسام الكفاءة لا ده اسمه ضريبة العمل وبعدين عادي يعني بتحصل ممكن اي صحفي في اي ميدان يتعرض لأي إصابة إصابة ليه يعني؟ متجوز رمضان صبحي وبعدين عمل لك إيه يعني زورك في التلفزيون؟ ولا حاجة ليه؟ خد قروش قروش ليه عارف؟ قروش ليه؟ انت هتطبخي بيهم بعد كده لا حرميهم امسك بس خد العرف مامي مامي يا صبحي حبايبي إيف إيه اللي عمل فيك كده؟ مفيش حاجة معلش بقى أعمل إيه؟ يا مامي حاسبي في حاجات بتتنطر منك حاجات سودة صغيرة كده هي مش نمل بس هي قرصتها وحشة قوي قرصتها وحشة ومش نمل دي أكيد برغيت يا مامي برغيت؟ يا لا دي شكلها صراصير يا صراصير خذي يا ماما يا نبي هروشي مش قادرة هروشي معلش هروشي جامد هروشي هروشي يا مامي القرف ده روشي كويس يا مي يا مي انا مش قلتلك تستحمي حاضر هستحمى يا سولي قدامي حاضر هستحمى يلا يا ايه الولية اللي انا متجوزها دي يما انا جرالي ايه انا كده انا لوتة كده تسيبيني لوحدي بقى بعد الحب والعشرة اللي عمري ما حبيتهم لك خالص دول تسيبيني كده ألون ما أثرتش فيك التضحيات اللي أنا ضحيتها عشانك الإنجليش اللي كنت بتعلمه ده ووصلت فيه الليفل 1 كان عشان خاطر مين مش عشان أشرفك الفلقة بتاعت راسي دي يا منالوت فاكرها كنت بعملها ليه مش عشانك يعني أنا كنت مبسوط بيها مثلا في الاخر سبتيني ورحت تعملي ايه رحت تعملي ايه يعني رحت تشتغلي في قناه غربيه دوبلاج كرتون رجعت الاصل الكرتون يا منالوتا كرتون ردي عليا ما بترديش عليا ليه ردي عليا ترديش ليه الاقي فين تاني في حلاوتك ولا في جمالك عارفه انت ليه ما بترديش عشان انت اصلا صوره انت صوره يا منالوتا صوره انا اسف ما تزعليش مني خلاص اجيب لك حاجه تشربيها يقطع البرد وسنين انا هسيبك دلوقتي وراح اخد حبايتين كونجستان بعد اذنك بابي هو انت بردان ولا ايه سلام يا اخوي دمك خفيف قوي اسمعوا لو لا قدر الله حصل والاهلي جاب جون وقعدتوا تهيصوا وترفعوا الاعلام وتعملوا الشويتين بتوعكم دول انا هحرمكم من المصروف وهديكم بالجزمه ده اسمه ظلم ايوه ده ظلم احنا في بيت ديمقراطي بيت يا اخويا ديمقراطي مين قال لك كده انا عارف كده وكل واحد من حقه يشجع الفريق اللي بيحبه بكل حريه وبعدين اشمعنى انت معاك علم الزمالك ايوه بس عمري ما رفعت ولا رقصت بيه زيكم كده من ساعه ما اتولدتوا اوعى يالا اوعى هتطرف عينيا احنا من ساعه ما دخلنا الدنيا واحنا على طول بنتفرج معاك على ماتشات الاهلي والزمالك وانت عمرك ما كسبتنا ولا ماتش ايه ده
الماتش بدأ؟ يا خسارة، كنت عايزة اتفرج على ريبورتاج عملته من كام يوم، بس مش مهم، الماتش اهم. أيوة اهم. اهلي اهلي. بلاش شغل الاهلاويه ده، هتقعدي تشوشري عليا لغايه ما يجي فينا جول وتاخديني توكه. يا سلام، هو انت بتلعب معاهم وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ جول. الريبورتاج بتاعك اهم. اهلي اهلي. جون يا رجاء، جون. ايه خلاص، ما انا عارفه انه جون. ايه الحكايه يعني؟ سمعت الزيطه بره والهيص، عرفت ان الاهلي جاب جون. انا عارفه انه جاب زفت جون، لكن ايه ده؟ انت ازاي دخلت البيت وانت لابس الجزمه؟ انا منظف السجاجيد. اسمك ايه دلوقتي؟ انا داخل سمعت زيطه بره وهيصه، عرفت ان الاهلي جاب جول. الاهلي؟ طب وانا مالي؟ الاهلي جيب جول وانا اتحرق دمي وانظف البيت من اول وجديد. انا عارف انك انت مستعده تموتي نفسك وتنظف البيت وتمسح البيت بس الزمالك يكسب مره، صح؟ يا سلام، يعني انتوا جيبوا جوان وتفرحوا وتهللوا وانا اتهد حيلي وانظف السجاجيد من اول وجديد. انا عارف انك انت من جمعيه سنظل اوفياء والزمان القادم. ايه ده، انا ما اعرفش انهم قادمون بسرعه كده. اما اشوف مين على الباب. ايوه. ها، شد حيلك يا رجاء، شد على الله يا علي. بس الماتش لسه مخلص، وإن شاء الله هنعوض، ويمكن يمكن نكسب. لا، مش باين أبدا يا علي، الماتش باين من أوله. طب ممكن أخش أتفرج معاك عشان الولاية الحرباية مراتي دي عمالة تغيظ فيا بالصبح بعد ما جيت جون، ومخلياني مش عارف أركز. تعال على الأقل يعني ناخد بخاطر بعض. تعال سندينا يا رجاء. سند إيه؟ أنا قادرة أمشي لوحدي. سمير، انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي معادك هنا؟ وبتعمل ايه في الشقه دي؟ ايه كميه الاستغراب والاندهاش ده؟ واحد قاعد في بيته وانت داخل علي، انت اللي عايز ايه؟ مفيش، انا جاي اقعد مع مراتك شويه بس، لو اعرف انك انت هنا ما كنتش جيت على فكره. معلش يا علي، ما تزعلش نفسك ابدا، الحقيقه هو جاء على غفله، ما كنتش عارفه انه هيجي بدري كده. الله الله الله، ده انا بتقرطص علنا كده. الله، لا انا ما بقرطصكش، انت اللي مكبر الموضوع. يعني عايز تقعد مع مراتي لوحدكم وتقول لي مكبر الموضوع؟ ايوه، ما انا وهي زملكاويه يا اخي. يس اي جات ات، زملكاويه اقوله كده. بس يلا اقعدوا، انا قاعد اتفرج عليكم وانتوا بتتقطعوا. علي، تحب تشرب ايه؟ يعني بقالي 40 سنة متجوزك، عمرك ما قلتيلي تحب تشرب ايه؟ هاتيلي ماء بسكر، ده حسن حاسس ان روحي بتتسحب. يا مسلي. جول، اهلي جاب جول. لا، اوفسايد. ايوه اوفسايد. ايوه، الحكم ده قابض. جول اهو. الراجل ده قابض. عشان نشوف الجمهور عامل ازاي؟ نفسي نكسب مرة. ابقى قابلني وساعتها هتشوف الوش التاني. يس. اهلي ادخلوا ذاكروا وبطلوا دعوات. انت اللي بطل تشجع كوره وشجع الاهلي، بدل ما انت على طول زعلان كده، خليك تفرح شويه. بلاش السفزازه يا سوري، لما الزمالك بيكسب ما بعايركمش على فكره. نفسنا تعيرنا، بقالنا 13 سنه متجوزين يا علي، مفيش مره الزمالك كسب فيهم الاهلي. ما انت وليا وش فار. انا فار يا علي؟ ايوه وش فار، من ساعه ما اتجوزتك من 13 سنه والزمالك ما كسبش مره واحده بس. الله يرحم ايامك يا حسام حسن، وعموما
سنة صلى وفياء. نفس الكلمتين الحمضانيين اللي بتقولوهم بعد ما تخسروا كل ماتش. سنظل أوفياء وقادمونا من الخلف. يا شيخ اجري. يلا يا مامي. يلا يا حبيب مامي. من تلت شمال من هز جبال جاي بقى على صوت يشجع الأبطال. فريق كبير فريق عظيم أدي له عمري برضو قليل. زملكاوي للاسف. اه وازاي باباك يوافق يجوزك واحد زملكاوي؟ هو ما كانش موافق يا دودو، كان هيطرشق من جنابه، بس انا السبب. كان شرطه الوحيد عشان يوافق على الجوازه ان ما حدش يتكلم مع العيال في الكوره ولا يلعبهم بيها غيره هو بس. وقبل كتب الكتاب خلى جدكو علي يحلف على مصحف انه مش هيتدخل في الانتماء الكروي للعيال في المستقبل. استاذ جميل مش هسيبك، عايز حلاوه الفوز. يا سامع سامع، ما هو لو كل مره الاهلي يكسب فيها حد للناس حلاوه فوز، يوه ده انا كان زمان فلست من زمان. ليه وحضرتك فاتح مصنع حلاوه؟ حلاوه فوز مصنع حلاوه. ايه خفه الدم اللي انت فيها دي؟ طب والنعمه ببقى مبسوط طول ما انت مبسوط يا استاذ جميل. لما تكسبني بص، عموما الاهلي طول عمره مفرحنا. هو صراحه مفرحنا كلنا طبعا. استاذ جميل آه. عايز اقول لك حاجه. ايه؟ انا كاتب شعر وعايز انزله صفحه الرياضه. شعر في ايه؟ شعر في الاهلي. تتكلم بجد؟ ايوه. انت بتكتب شعر؟ اه. سمعني. فريق كبير اه فريق عظيم ادي له عمري وبرده قليل. اوه 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 ايه انت اللي مقلب ده سامح؟ او النعمة وبتحلف بالنعمة. طب خلاص خلاص استاذ جميل. المؤلف فريق كبير فريق عظيم ده معروف. سامح كلم. والله يا كاميليا انا كنت حاطه ايدي على قلبي، كنت خايفه مرعوبه حسين ما يرضاش ينزلك الشغل تاني. يا اختي يا انجي يا اختي يا اختي يا اختي، ده رجع امبارح والعفاريت بتتنطط في وشه. يا سلام، كل ده ليه؟ عشان نزلتي معايا حيالله مأموريه؟ لا طبعا، كل ده علشان الزمالك خسر من الاهلي. لو النبي ايه ده زي البي بتاعي بقى. لا 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 لا، مفيش ابدا حد زي حسين ده. الا حسين، لو الزمالك خسر يا نهار ابيض على اللي بيحصل. ده امبارح واحد جرنا حبيبنا اهلاوي عادي قال له هارد لك، لبسه قضيه شغب. اه ده مجنون بقى. انا اصلا لا بقبل الكوره ولا بحب الكوره ولا عايزه الكوره، وكرهت الكوره لما اتجوزت حسين. انتوا بقى قاعدين برضه تتكلموا عن الكوره عن الكوره، صدقوا انا ما بفهمهاش الكوره دي ولا اعرف حاجه فيها خالص. انت مين سالك اصلا؟ اصل استاذ جميل قايل لي اكتب مقاله عن الماتش وانا ما شفتوش اصلا. يا سلام، ما تشوف يا اخويا في الاعاده. ما انا لو شفت الاعاده مش هفهم برضو، انا عارف نفسي. في يا سامح ما تفهمش ايه، هو فيلم هندي دي كوره يا حبيبي. ماتش 1 2 3 هوبا جون. انا مش فاهمه انت جايبه على عفش ولا ايه؟ لا جاي في تاكسي يا انجي، انا اكتب عن اي حاجه الا الكوره. خلاص بقى ما تعرفناش يا سامح، وافقت تتهبب ليه وتكتب في الكوره لما انت ما بتعرفش تتنيل وتكتب في الكوره؟ الله. خلاص بقى. أخص عليك يا كاميليا، الجلاديم طلعت. خلاص يا سامح، ما تزعلش يا سامح، اكتب في السلة يا سامح، أو الكرة الطايرة يا سامح، أو كرة السرعة يا سامح، أو كرة اليد يا سامح، أو كرة البنج البنج يا سامح، أو كرة الفنج فونج يا سامح. فنج فنج ايه وبنج بونج ايه؟ انتوا بتشعطوني لبعض ولا ايه؟ بقول لكم استاذ جميل قال لي اكتب في الصفحه الرياضيه، عامل لي اختبار، فاكرني اهلاوي زيه، ارجوكم ساعدوني، ساعدوني اعمل ايه؟ ساعدوني اعمل ايه في ايه؟ اساعدوني ازاي؟ يعني انت ينفع تبقى ما تفهمش اي حاجه في الكوره وعايز تمسك الصفحه الرياضيه؟ امال امسك ايه؟ انت بتزعق فيا يا سامح؟ انت اخرك تمسك ديلك في سنانك وتقوم من قدامي دلوقتي، فاز؟ انت اتحولتي ولا ايه؟ انجي انجي
والله انا كنت شايفه انه كان ممكن يمسك العاب القوه. صح، ممكن يمسك الرمح ولا القرص ولا البرص ولا الجله ولا القله. يا سامح، جماهير تستحق الثناء والتقدير. جماهير الزمالك، لاعبين يستحقوا الثناء والتقدير. وارجع تاني اقول مجلس اداره بخاري وخمسي، بخاري وخمسي. مش قادر اصدق الشوط التاني قرب يخلص والاهلي خسران. يا ستي احنا بنلعب لاخر لحظه. يا انجي الفرقه بتاعتنا مش فورمه خالص النهارده. طول عمركم مش فورمه يا حبيبي، وبعد ذلك برضه بتكسبوا. ازاي مش عارفه؟ بيكسبوا بالتحدي. لا بيكسبوا بالسحر والاعمال. يا سلام، وما كسبناش ليه النهارده؟ السحر اجازه. لا احنا عملنا سحر ولعبناكم سحر لساحر. الزملكاويه كسبانين بقى، هيقعدوا يرخوا، هيقعدوا يرخوا. 20 ثانيه. احنا مش بنتكلم غير بعد صفاره الحكم. من امتى انتوا ما عندكوش غير الكلام؟ واحنا مش هنرد عليكم الا في الاخر خالص. احنا اصلي رحنا رياضيه قوي 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 وحلوين قوي قوي قوي. رياضيه قوي قوي وكلها حنيه. ايه ده يا شعبان؟ في ايه القلش ده؟ مش مستحملاك دلوقتي، اقعد لنا في حته ناشفه. كاس الزمالكاويه البيضاء، الزمالك بطل كاس. يا حرام والله، يا حرام حرام. كأنكم عمركم ما شفتوا مكسب. الله عادي عادي يا حبيبتي عادي، الاهلي قادم. واحنا بقينا نقول كده دلوقتي علينا. ولسه في ايه يا علي؟ اقعد عشان بابا متضايق كده. طب بابا متضايق؟ طب زمالكاوي زمالكاوي يا حته مني زمالكاوي عمري. بتاعتك دي. يا سلام، ما انت طول عمرك كنت بتعمل حركات العيال بتاعتك دي لما كنت بتكسبه. في ايه يا علي؟ احترم نفسك وانت بتتكلم مع بابا. في ايه انتي فرحان؟ سيبونا نفرح بقى مره. ايه هو الكاس ده طالع من عينيكو؟ ده انا من ساعه ما اتجوزتك والزمالك ما كسبش مره واحده. يا نحس نحس. انا نحس يا علي؟ طب واستحملت كل ده مع النحس ليه؟ ما تطلقني. اه لو انت جدع صريح بقى طلقها، ولا جوزها واحد اهلاوي اصيل. اه بروح جوزها ايفونه. طلقها طلقها وهجوزك واحده زملكاويه اصيله. بقى كده يا جوجو؟ بقول لك طلقني يا علي طلقني. طب روحي وانت طالع يا انجي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، ده ما كانش ماتش. تستحمل؟ طلقتني طلقتني يا علي. شوط 3 و4 اول مره. ده ضربت تمام. استنى جوزي اطلاقا، ده جوز الجيران اتخانق معاها عشان مش لاقي كرات الشراب. جوزي اطلاقا، ده جوز الجيران اتخانق معاها عشان مش لاقي كرات الشراب. انا جاي. اه تعالى انت مين؟ طب ابقى قابلني لو جت سنك. جوزي ده جوز الجيران بيتخانق معاها عشان مش لاقي فردة الشراب. الله عليك. انا مش بلاي بيسبول. ايوه اطلاقا، ده جوز الجيران بيتخانق معاها عشان مش لاقي فردة الشراب. طالع يا انجي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، ده ما كانش ماتش. كات. كان يمسك الرمح ولا ايه؟ القرص. او القرص. او القرص. او القرص. او القرص. طب خلاص خلاص. فضلت واقف قدام الباب نص ساعه. لو وقفت قدام الباب نص ساعه ليه فعلا ما حدش رد عليك؟ الواي فاي الواي فاي الواي فاي. يا ابني مش لاقي حاجه تعمل. يغمى عليك مليح. حلوة أوي. كات. ولا متسددة ولا متبددة. تاني تاني يغمى عليك مليح حاجة وهيك. أوكي بس مفيش حاجة تضحك خالص. أه يعني يا فرستي. كات.